صباحين، ان شاء الله السلامه على رسول الله. سيدنا عمرو وادي، انا كنا معكم في الجزء الثاني من اللقاء السادس في ماده القانون الجنائي مع التعمق، المقرر الدراسي الدليل الجنائي الالكتروني، دراسه مقارنه باستاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين، وهنتكلم عن تتبع الاجهزه الوطنيه في القانون الالماني. وتتبع المواقع الجغرافيه في القضاء الالماني، كان اتعرضت قضيه على القضاء الالماني بتتحصل وقائعها في ان احد المتهمين كان عضو في خليه متطرفه، خليه ارهابيه يعني، تمام؟ واتهم بارتكاب جريمه شراء في قتل، وكان قضي بادانته على اساس ان الدليل المتحصل من استخدام تقنيه تتبع المواقع الجغرافيه لمراقبه تحركاته. وطبعا كانت الاجهزه الامنيه كانت حققت في ارتكاب المتهم لجريمه من جرائم الارهاب في ولايتين مختلفتين. واثناء بقى اجراء التحقيقات طبعا، وصدر امر من القضاء، واجري الامر دوت من خلال مكتب الشرطه الاتحاديه ومكتب الحمايه وحمايه الدستور في المانيا طبعا. ودي طبعا اجهزه من اجهزه الاستخبارات الالمانيه بتقوم بالمراقبه البصريه للمتهم وباعتراض محادثات هاتفيه للمتهم وتسجيلها وتسجيل المتهم واتصالاته، وقامت بزرع جهاز تتبع للمواقع في سياره احد المشاركين مع المتهم. وجهاز تتبع المواقع ده طبعا ده بيعمل بكفاءه عاليه طبعا، وكان استعمال يعني على اساس ان هو جهاز حديث، وكان سجل الجهاز طبعا موقع السياره والتحركات اللي قامت بها السياره والاماكن اللي اختارتها وسرعتها، و يعني على اساس الساعه والتاريخ اللي تم تخزين المعلومات وتم نقل المعلومات ديت لجهاز الشرطه اللي هي ممثله في مكتب الشرطه الاتحادي ومكتب حمايه الدستور، ودي اجهزه من اجهزه الاستخبارات الالمانيه. واثناء المحاكمه بقى المتهم دفع امام محكمه الاستئناف ان الماده 100 فقره اولى من قانون الوقت الجنائيه كانت ما تجس استخدام جهاز تتبع للمواقع الجغرافيه، على اساس ان نص الماده ده كان بينص على استخدام وسائل تقنيه لاجراء المراقبه للاشخاص المشتبه فيهم في جرائم تتصل بالجسامه، على اساس ان المتهم هنا طبعا كان بيعترض على اساس ان الوسائل ديت تقنيه وما كانش يكفي الاذن لها باستخدام اجهزه تتبع للمواقع الجغرافيه، واللي كانت بتسمح للمحققين طبعا بمراقبه الشخص طبعا وتحركاته على مدار اليوم طبعا، على اساس ان استخدام الاجهزه الحديثه طبعا بيتطلب حمايه اجرائيه واكبر من اللي هي التقنيات القديمه التقليديه يعني. والنصوص اللي احنا قلنا بها طبعا كانت بتجيز الاذن بوضع جهاز بتتبع المواقع الجغرافيه، كان بيشكل مساس بين الحقوق الشخصيه والحق في الخصوصيه اللي نص عليها الدستور في الماده 8 من الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان. المحكمه الدستوريه الالمانيه ايدت حكم المحكمه الولايه، ولكن بقى حكم وفي نفس الوقت برضه ايدت حكم المحكمه الاتحاديه ورفضت الحجج اللي قال بها المتهم. ولكن بقى المحكمه الدستوريه ما ايدتش حكم محكمه الموضوع، وقالت ان النظام تتبع المواقع الجغرافيه يعني يتماثل مع جهاز مطلق الاشارات الصوتيه الالكتروني اللي هو الجهاز التقليدي العادي يعني اللي بيعمل في مجال دائره محدده، وما كانش يستطيع ان هو يتتبع السياره في خلال الدائره في الولايه او المكان اللي هو موجود فيه المتهم يعني. بخلاف النظام تتبع المواقع الجغرافي العلامه اللي هو الجي بي اس طبعا اللي هو كان بيقوم باجراء تتبع في كل وقت وكل مكان يعني. وان المحكمه كانت اعتبرت ان نظام تتبع المواقع الجغرافي اللي هو الجي بي اس طبعا كانت بتعتبر ان هو بيدخل في مدلول الوسائل التقنيه الحديثه يعني نص عليه المشرع الالماني في الماده 100 بي. والمحكمه كانت اقرت ان اجراء التتبع يقل من اثره عن المراقبه السمعيه للشخص المشتبه به، وان تسجيل المحادثات الهاتفيه على اساس ان ما يجيزه القانون من وسائل يعني يغير قواعد اللي قررها القانون ذات نفسه. على اساس ان المحكمه كانت اشارت ان في حكمها يعني على اساس ان تقنيات المراقبه دي بتؤدي الى تقليص الحقوق الاساسيه للفرد يعني الحقوق الشخصيه، والمحكمه دعت المجلس النيابي في المانيا الى تنظيم تشريعي جديد لوسائل المراقبه وحمايه البيانات الشخصيه، وفي نفس الوقت وضع حدود لاستخدام التقنيات الحديثه واجراء تنسيق بين اجهزه الدوله.
وكان بقى من ضمن التعرف بقى على هوايه اجهزه الاتصال المتنقله وتحديد مواقع تواجدها. المشرع الالماني كان اضاف نص الماده 100 اي الى قانون الجرائم الجنائيه بموجب القانون 17 اغسطس 2017. الماده دي كانت بتحمل عنوان اجراءات التحقيق التقنيه في اجهزه الاتصال المتنقله. والمشرع الالماني اجاز استعمال الوسائل التقنيه ولكن باجراءين اساسيين على اساسهم يقوم باستعمال الوسائل التقنيه، هو تحديد رقم التعريف اللي هو الخاص بجهاز الاتصال المتنقل لدى حامله اللي هو شركه الاتصال اللي هو الاي بي. ورقم اثنين بقى معرفه مكان تواجد الجهاز نفسه وشروط توافر اسباب وقائع محدده على وجود شبهه على اساس ان الشخص ده فاعل اصلي او شريك يعني في ارتكاب جريمه معينه من الجرائم الجسيمه اللي نص عليها الماده 100 في الفقره الثانيه. وان قيام المتهم ببعض الافعال بيخرج بعض الجرائم على اساس بتتم بصوره فرديه نظرا للظروف اللي بتتسم بجسامه خاصه يعني. على اساس ان الجريمه المرتكبه دي جريمه تامه او في حاله شروع، وعلى اساس ان ارتكاب بعض الجرائم يكون طبعا فعل مجرم، والغرض من استعمال الوسائل التقنيه دي طبعا يجب ان هو بيحقق وقائع للوقوف على اماكن تواجد المتهم ذات نفسه. وان المشرع الالماني كان اجاز جمع بيانات شخصيه بتخص احد من الغير على اساس تنفيذ الاجراء اللي احنا قلنا بيه طبعا، وعلى اساس برضه تحقيق الهدف من الاجراء دول. وما كانش بيجيز استخدام البيانات دي الا بهدف الوقوف على رقم التعريف الخاص بالجهاز ومكان تواجده اللي هو الاي بي اللي هو موجود في شركه للاتصال. وكان بيجب محو تلك البيانات طبعا على اساس الاجراء اللي هو تم على اساسه انتهى. وكان الامر الصادر بالاجراء دوت كان خاص بالمراقبه الالكترونيه، وكان بيبقى محدد المده وكانت المده بتاعت 6 شهور فقط، وما كانش يجوز تجديدها الا ل6 اشهر اخرى الا اذا بقى توفرت بقى شروط خاصه بالامر الصادر بالمراقبه الالكترونيه بيصدر الامر بناء عليه. وهنتكلم بقى عن البحث عن البيانات الشخصيه في شبكات المعلومات وتبادلها. زي ما احنا عارفين ان المشرع الالماني كان اجاز في نص الماده 98 الف اجراءات جنائيه البحث في شبكات المعلومات عن البيانات الشخصيه وتبادلها، وذلك وفقا لبعض الشروط اللي نص عليها. اولا الجرائم اللي تجوز فيها القيام بالاجراء والغرض من الاجراء. وهنتكلم عن الجرائم اللي كان بيجوز فيها القيام بالاجراء البحث في شبكات المعلومات اذا توفرت بقى ادله كافيه بتتصف بجسامه خاصه زي جرائم المخدرات والاسلحه وتزييف الاموال وتزوير العلامات الحكوميه اللي خاصه بالدوله يعني. او جرائم الخطر او الجرائم الماسه بالحياه او الحريه الشخصيه وحريه التقرير الجنسي وجرائم الاعتياد والنشاط التجاري وبعض الجرائم المنظمه اللي نص عليها قانون الاجراءات الالماني. وطبعا ثانيا بقى كان الغرض من الاجراء كان المشرع الالماني كان حدد الغرض منه اللي هو المقارنه الاليه للبيانات الشخصيه للشخص نفسه، وبيتعرف على بعض العلامات والصفات المميزه اللي هي المخزنه عن الشخص المشتبه فيه. وتطابق العلامات والصفات ديت اللي هي خاصه بالمجرم او الفاعل المشتبه به كفاعل اصل او شريك في الجريمه، وكان هنا بيساوي بين الغرض من تعزيز ادله السجون على اساس يتعرف على الاشخاص اللي فيهم نفس العلامات المهمه اللي تتصل بالتحقيق. وان المشرع الالماني طبعا كان بينص على ان الوسائل الاخرى التي من شانها تحقيق الوقائع او التحقق من مكان تواجد الفاعل يكون احتمال نجاحها ضئيلا واكثر صعوبه. الماده 98 الف بندها الاول كان اوجب المشرع الالماني على اساس الهيئات اللي بتقوم بتخزين البيانات دي بتستخلص منها قاعده بيانات اللي هي المعلومات المطلوبه لغرض البحث فقط يعني، بتقوم بنقلها الى سلطات الملاحقه الجنائيه اللي هي الشرطه يعني. على اساس ان فصل البيانات المطلوبه دوت طبعا بيحتاج لجهد كبير وبيجوز ارسال البيانات ديت الى جهه التحقيق وفقا للماده 98 فقره الف بند 2 من قانون الاجراءات الالماني. وهنتكلم بقى عن اجراءات البحث في المعلومات.
طبقا للقواعد العامة طبعا الأمر الصادر بإجراء البحث ومقارنة المعلومات اللي بيتم إرسالها للمحكمة، سواء بقى كان قاضي التحقيق زي ما احنا قلنا أو محكمة الموضوع. وفي بعض الحالات زي حالة الخشية من التأخير كان بيجوز النيابة العامة إن هي بتستصدر أمر بإجراء البحث ومقارنة المعلومات. وفي الحالة دي كانت الأمر لابد إن هو يعرض على المحكمة لإجراره طبعا خلال مدة معينة، وإلا يفقد قوته خلال 3 أيام عمل، وده اللي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية. وكان يجب إن الأمر دوت يكون مكتوب يعني ويشمل اسم المتهم أو الشخص اللي هو مشتبه به اللي هو موضوع البيانات المرسلة يعني، وعلى أساس إنه لا يجوز الأمر بنقل البيانات دي إذا وجد نص قانوني خاص منصوص عليه في القانون الاتحادي أو قانون الولاية ذات نفسها. وإن المشرع الألماني كان نص على اتخاذ التدابير الإدارية واستخدام وسائل الإجبار كانت فقط للقاضي. وكان بيجيز في بعض الحالات الخشية والتأخير زي ما احنا قلنا إن النيابة العامة تقوم باتخاذ الأمر دوت على أساس إن القبض دوت من اختصاص القاضي وحده وفقا لنص المادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية. هنشوف بقى إجراء المقارنة الآلية مع المعلومات المخزنة. طبعا كان في فرق بين الإجراء اللي بيتم على البحث في شبكة المعلومات وبين إجراء المقارنة الآلية للمعلومات. وزي ما احنا قلنا بالظبط كده ان البحث في شبكة المعلومات وبنعمل مقارنة بين الاجراء دوت على اساس اجراء المقارنة الآلية مع المعلومات المخزنة طبعا لدى الجهات دي او الهيئات اللي نص عليها الشارع الالماني في المادة 98 س من قانون الاجراءات الجنائية. وكان نص المادة 98 س ده بينص على المقارنة مع البيانات المتاحة آليا، وكان بيفرق بين اجراءين. طبعا الاجراء الاول كان موضوع البحث عن المعلومات ذات نفسها، والاجراء اما اجراء المقارنه والتحليل والاستنتاج يعني، فكان بيبقى مطلوب لسلطات الضبط والتحقيق على اساس ان اجراء المقارنه الاليه طبعا مع البيانات المخزنه كان يعني استخدام الجهه اللي تحتفظ بالبيانات باجراء المقارنه باستخدام الاجهزه اللي تحت ايدها يعني. وان المشرع الالماني كان حدد الغرض من الاجراء ده طبعا على اساس يعني معرفه الافعال الجنائيه طبعا المرتكبه والتحقق من اماكن تواجد الاشخاص في مسرح الجريمة. وكان بيجيز إجراء المقارنة الآلية للبيانات الخاصة بالشخص مع البيانات المخزنة على أساس الغرض من الملاحقة وتنفيذ الأحكام الجنائية ولدرء خطر عام طبعا. ولكن طبعا القواعد دي ما تطبقش إلا إذا وجد نص قانون خاص زي ما احنا عارفين في القانون الاتحادي أو قانون الولاية كان بيجعل النقل متعذرا. وهنتكلم بقى عن ضوابط الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات المتحصل عليها في قانون الإجراءات الجنائية وفقا للسلطات الألمانية. كانت أصدرت أمر إداري في 2006 كانت بتنص على وجوب الاحتفاظ بالبيانات المتحصل عليها من كافة وسائل الاتصال لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 2 سنين. وطبعا كان ادى صدور الامر دوت الى طبعا صدور يعني جدل كبير، وفي بعض الاشخاص لجأوا للمحاكم، وكان بعض المنظمات الحقوقيه طبعا كان ابرزها مجموعه الدفاع عن الخصوصيه كانت يعني مختصه بالاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الشخصيه، وكانت قدمت شكوى للمحكمه الدستوريه العليا على اساس ان حكم المحكمه الاتحاديه طبعا في 2010 واللي كان على اساس الامر التنفيذي طبعا، وكان نص الماده 113 و113 ب كان المحكمه الدستوريه الاتحاديه كانت بتجيز الاحتفاظ بالبيانات المتحصل عليها من كافه وسائل الاتصال. وبموجب القانون الصادر من البرلمان الالماني في 2007 كان بيجوز الاحتفاظ بالمعلومات المتحصل عليها عن كافه المكالمات الهاتفيه اللي بتجري من خلال الهاتف الارضي او الهاتف المحمول لمده تصل الى 6 أشهر. وكانت تشمل البيانات دي اسماء المتصلين والمتصل بهم والمكان والزمان المكالمه والوقت اللي استغرقته المكالمه. وكان تم تعديل القانون في 2009 وكان توسع في نطاق القانون، وكان بيشمل البيانات المتعلقه بالاتصالات اللي بتتم من خلال البريد الالكتروني. وان القانون طبعا كان حظر بالاحتفاظ بمضمون المكالمات ايا كانت صورتها.
طبعا النصوص دي تعرضت لانتقادات كبيره من المنظمات الحقوقيه زي ما احنا قلنا، وقاموا بتقديم شكوى الى المحكمه الدستوريه وطلبت فيها الوقف الفوري للقانون، وصدر حكم المحكمه في 2010 اللي المحكمه الدستوريه نفسها كانت خلفت الدستور، وبصفه خاصه طبعا الحق في الخصوصيه، وعلى اساس ان النص ده كان بيتضمن امن وسلامه الاتصالات البلديه والهاتفيه. وعلى الرغم من ان الدستور الالماني ما كانش بينص صراحه عن الحق في الخصوصيه، الا ان المحكمه وسعت في تفسيرها للماده الاولى من الدستور ومتضمن الكرامه الانسانيه. واضافت الماده 10 من الدستور يعني اللي كانت بتحمي المراسلات، وعلى الرغم من ان ظهر النص نفسه كان بيقشر على المراسلات المكتوبه، الا ان المحكمه في 2010 توسعت في تفسير النص، وعلى اساس ان هو بيشمل كافه الاتصال والمراسلات ايا كانت صورتها. وذكرت المحكمه في اسباب حكمها ان حمايه المراسلات لا تتضمن فقط مضمون هذه المراسلات، وانما تشمل كذلك سريه الظروف المصاحبه لهذه المراسلات، والتي تتضمن بصفه خاصه وقت وعدد المرات التي قام بها الشخص بالاتصال باخر او حاول ذلك. المحكمة كانت خلصت بقى لعدم دستورية النصوص اللي بتجوز الاحتفاظ بالمعلومات المتحصلة عن وسائل للاتصال، والمحكمة كانت أسست حكمها على أساس، طبعا بتكلم عن حكم المحكمة الدستورية الألمانية، على أساس إن ضابط الخصوصية، إن الضابط ده طبعا اللي قسمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وضع مضمون له والوقوف على تطبيقه، على أساس إن ضابط الخصوصية بيقوم على أساس قانوني ويتعدى بحث الغرض المشروع منه، طبعا هو مدى تناسب الاجراء مع الغرض اللي تم اتخاذه في من خلاله يعني. وان المحكمه كانت رات ان لابد ان هو الضابط ده يكون مشروع ويتم الاحتفاظ بالبيانات تكون لمده 6 اشهر كمبدا، على اساس ان الضابط مشروع طبعا زي ما احنا قلنا، واعتباره استثناء من القاعده اللي نص عليها قانون الاجراءات الالمانيه. وإن المحكمة كانت أجازت الاحتفاظ بالبيانات بدون ضوابط أصلا. وده كان يعني موضوع خطير جدا بيأثر على المواطنين الألمانيين طبعا من خضوع لإجراءات التحقيق اللاحقة، على الرغم إن هم يعني لم يقترفوا أي خطأ أو جريمة، على أساس إن للمرء أن يتواجد في الزمان الخطأ أو أن يتصل بأحد الأشخاص ليكون خاضعا لوطأة الالتزام بأن يبرر مسلكه، يعني وما قد يولد شعورا بالمراقبه المستمره وزيوعا بالتهديد الدائم. المحكمه اضافت بقى اسباب حكمها ان الاحتفاظ ببيانات حركه الاتصالات بصوره عامه ده بغرض وقائي بيعتبر اجراء شديد المساس بحقوق الانسان، وبيثير في المرء شعورا انه محل بالمراقبه المستمره ولا يعلم ما الذي يعلمه رجال الدوله عنه من معلومات يعني، وده كان بيمثل صميم الحياه الخاصه. وكان في اعتبارات قررت بها المحكمه اللي هو الضابط الثالث المستمد من وجوب تناسب الاجراء غير متوافق اصلا مع الاجراء اللي تم اتخاذه طبعا. وكان وجهه نظر المحكمه ان فكره الاحتفاظ بالبيانات دي مش مطلقه، وكان لابد من توافق معايير بتتفق مع الدستور الالماني اللي هو يقوم على حمايه الخصوصيه للاتصالات بالافراد. والمحكمه الدستوريه كانت تاسست حكمها على اساس 4 معايير. المعيار الاول هو التقيد بالغرض، والمعيار الثاني هو امن البيانات ذات نفسها، والمعيار الثالث هو الشفافيه، والمعيار الرابع هو تدابير عدم اساءه استخدام البيانات دي من رجال الضبط يعني اللي هو الاعتداء من خلال اساءه استعمال السلطه. وان المحكمه كانت رات ان المعايير الاربعه ديت مش متوفره في النص اللي هو تم الطعن عليه، والمحكمه كانت رات في حكمها ان الحكم القانون المطعون عليه ذات نفسه ما استطاعش ان هو يقيم سياج عالي يعني في السماح للمحققين اللي هم سلطه التحقيق اللي هم يطلعوا على البيانات. وطبعا في نفس الوقت كان عجز عن التشفير الكافي اللي بيحول دون سرقه المعلومات. وان الاجراءات المعمول بها طبعا ما بتوفرش يعني مستوى كافي من الامان للبيانات، وما بتضمنش تقييد كافي للاستخدامات الممكنه للبيانات ذات نفسها. وان شعور الانسان محل المراقبه الدائمه، وان سلطات الدوله بتعلم عنه كثير من المعلومات، ده بيمس صميم الحياه الخاصه ويجعل مبدا الشفافيه مفتقد في النصوص القانون ذات نفسه، بيتعين مواجهه التهديد
اللي بيمس الشفافيه. والمحكمه ذات نفسها كانت يعني ترى ان يعني مجرد معرفه رجال السلطه العامه معلومات والاحتفاظ بالمعلومات ديت اللي هي الناتجه عن المراقبه طبعا بيمس حرمه الحياه الخاصه، على اساس ان المحكمه كانت خلصت الى طبعا الى بطلان النصوص اللي نص عليها القانون، وامرت بمحو كافه البيانات اللي تم جمعها من ناقلي ومزود الخدمه اللي هي شركات الهاتف المحمول. والمحكمه كانت قضت برضه ببطلان المادتين اللي احنا اتكلمنا عنهم، وقضت بعدم دستوريه قانون الاتصالات والماده المرتبطه به في قانون الاجراءات اللي هي الماده 100 من قانون الاجراءات الجنائيه، وسقوط الامر التنفيذي اللي هو كان صدر بتطبيق في سنة 2016 اللي كان أوجب الاحتفاظ بالبيانات المتحصل عليها من وسائل الاتصالات بين 6 شهور إلى سنتين. وبكده يبقى احنا خلصنا تتبع الأجهزة المحمولة أمام القضاء الألماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.